السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه جديده في سلسله اللابس اللي بنطبق فيها اكزامبلز على المابريديوس. اللاب النهارده هنتكلم فيه على كومبوننت جديد هنضيفه للمابريديوس. بس تعالوا قبل ما نبدا نفتكر مع بعض الكومبوننتس اللي احنا شرحناها في المابريديوس. في اول كومبوننت، في اول لاب، احنا شرحنا سيمبل اكزامبل على المابريديوس. قلنا عندنا وورد كاونت في ماب وفي ريديوس وبنعمل وورد كاونت. بعد كده اللاب اللي بعده قلنا تعالى انتروديوس كومبوننت جديد اسمه كومباينر، وتعالى نشوف ازاي باستخدام الكومباينر نقدر نرديوس النتورك شافل. كان في نتورك شافل بيحصل كتير، تعالى ازاي نشوف ازاي نرديوس الكلام ده واستخدمنا الكومباينر. بعد كده عملنا زي مقارنه ما بين ازاي الكومباينر بيحل المشاكل في مابريديوس وازاي بيحلها، ازاي لو شلنا الكومباينر هيبقى في نتورك داتا. طيب بعد ما خلصنا الجزء ده قلنا طب ايه رايكم لو احنا عندنا كاستم طيب مثلا بير string بير مثلا كيو فاليو، عايزين نخلي ان الكي يكون تو سترينجز مثلا. فقلنا تعالى نمبلمنت حاجه اسمها كاستم كاستم رايتبل انترفيس، نكستند ونسمي مثلا تكست بير رايتبل از نيو تايب في المابريديوس، وده حلنا مشكله. طيب بعد كده قلنا طب ايه رايكم لو نمبلمنت كاستم بارتيشنر. احنا دلوقتي بتروح للريديوسر بشكل يعني بيستخدم الهاش الديفولت بارتيشنر في هدوب، بس ايه رايكم لو نعمل كاستم بارتيشنر وعملنا اكزامبل على ان احنا نعمل مثلا بارتيشنر باستخدام المانسز مثلا. طيب النهارده هنكمل على كل ده، هنحط كل دول مع بعض كده ونزود كومبوننت جديد. الكومبوننت الجديد ده ليه هدفين. الهدف الاول ان احنا نشوف ازاي نقدر نحط كل اللي درسناه قبل كده في اكزامبل ونزود عليه قطعه زياده فتفرق معانا في الماب ريديوس اكزامبل. حاجه تانيه ان احنا نقدر نجو مور ديتيلز نعرف اللي بيحصل بتوين الماب والريديوس. زي ما قلنا في اول مره ان بين الماب والريديوس في النص في كميه ستيبس كتير جدا، حتى ما نشرح ده هيفضل في ستيبس احنا ممكن مش نجنورها بس نقول هي مش اهم حاجه ممكن نشرحها يعني. طيب ايه بقى الكومبوننت اللي هنشرحه النهارده؟ طيب قبل ما نشرح ايه هو الكومبوننت، تعالوا ناخد نراجع الاكزامبل اللي هنشرحه. ده زي الاكزامبل شرحناه المره اللي فاتت، احنا عندنا شويه اي بي اي لوجز ايا كان شكلها عامل ازاي، فيها شويه ديتس مثلا و تمبرتشر داتا مثلا. حلو. طيب دخلت على المابر، بعد كده المابر عمل لها بافر ماب، بعد كده تشيك هل البافر ريتشد ولا لا. طب لو ريتشد هيروح للبارتيشنر. بعد كده هل البارتيشنر ده هيعمل ان ميموري سورت؟ طب هل هو خلاص وصل للليميت ولا لا؟ لو وصل للليميت هيعمل سبيل على الديسك. طيب دلوقتي في بقى حاجه جديده. افرض دلوقتي انا عايز كجزء من الاكزامبل بتاعي ان انا عايز اعمل حاجه اسمها سكندري سورت. يعني ايه سكندري سورت؟ تعال نشوف دلوقتي اكزامبل. تخيل ان انا عندي هنا year داتا فيها year و months و day و temperature. حل فالاكزامبل مثلا يكون عندي ال year 2012 01 01 ودرجة حرارة 35 35، عندنا 2011 شهر 12 يوم 23 ماينس 4 4 درجة حرارة. انا عايز ال output شكله عامل ازاي، انا عايز الشهر ال انا اسف ال 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 السنة والشهر ودرجات الحرارة، عايز اخلي يعني اجمعهم مع بعض بس يبقوا بشكل مرتب يعني تصاعدي او تنازلي. فالاوتبوت هيبقى عامل ازاي؟ year month وبعدين temperatures موجود سواء ascending او descending، مش هي دي المعضلة بتاعتنا. ماشي. طيب ازاي هيمبلمنت ده؟ الخطوات ببساطة، تعالوا نرجع للرسمة بتاعتنا. الخطوات ببساطة زي كل ما هنعمل مابر والريديوسر والبارتيشنر، بس في هنا خطوة زيادة هنضيفها النهاردة، هنتكلم عن حاجة اسمها جروب كومباراتور. ماشي. وبعد كده هنروح للريديوسر. طيب قبل ما نروح للريديوسر تعالوا نرجع للإكزامبل تاني. سوري هنا هو دلوقتي أنا عايز بعد ما الكي بتاعي يكون اوردر يعني بارتيشند او معمول له اللي هو ديفولت سورت، انا عايز بقى اسورت اعمل سكندري سورت للفاليوز بتاعه التمبريتشر. طيب عشان احقق ده ازاي هحققه؟ طيب تعالوا نشوف
ال example هيبقى مكون من ايه. ده details. انا اخدت ال example ده copy paste من الكتاب بتاع ده algorithm chapter 1. فال code وال description ده copy paste، يعني ال copyright بتاعتهم مش بتاعتي. انا بس بشرح ال example منه. فاحنا هنخش على ال code او ال details دايركت. طيب ايه solutions اللي ممكن نطبق بيها الحل ده؟ في حل سهل جدا، واحد يقول لي والله انا هحط الكي والفاليوز، والفاليوز هتخش للريديوسر، وانا في الريديوسر سايد هعمل لها سورت. يعني مثلا لو جاي لي temperature مثلا minus 4 minus 3 0 1 2 3 هو reducer في reduce phase، اعمل لها sort، وده بيسموه in reduce sort in reduce sort on values. طيب الابروتش ده هل مش هيشتغل؟ هيشتغل، بس ايه مشكلته؟ هو مش سكيلابل. يعني لو جالي لريديوسر فاليوز كتير 1000 10000 20000 whatever الرقم، دايركت هيحصل اوت اوف ميموري. جافا لانج اوت اوف ميموري ده اكتر تقريبا اكزامبل هيطلع، او اكتر ايرور هيطلع بيطلع في جافا غالبا. يعني هو هيطلع مثال دليلي ان مش سكيلابل، انت كده معتمد على الريديوسر سايد في الحته دي. طيب ايه الحل التاني او الابروتش التاني اللي ممكن نعمله وفي نفس الوقت هيكون سكيلابل؟ الحل التاني ان احنا في الماب ريدوس فريم ورك نانتروديوس، نعمل زي كومبوزيت كي، ان يبقى الكي بتاعي في التمبريتشر، وان انا امبلمنت كومباراتور، حاجه اسمها كومباراتور، ان هي تسورت التمبريتشر. فبالتالي تروح الداتا تروح للريديوسر ordered already. طيب ازاي ده هيحصل؟ طب تعالوا نمشي في الاكزامبل. ممكن تقول تفاصيل بس هنخش مع بعض على طول. طيب تعالوا الاول نخش في الاكزامبل بتاعنا. اول حاجه احنا هن implement ده طيب جديد هنسميه date temperature pair. date temperature pair هيكون جواه text اللي هو year month و day و interactable اللي هو temperature. سهله. وبعدين جوه ده الكمبير 2 هيبقى عن طريق الير مانس. اوكي طيب لو الير مانس زي بعض هنكمبير باستخدام التمبريتشر. فانا كده عندي اول كومبيرزون يحصل ايه جوه التايب ده، ان انا ممكن اكمبير بايتر تانية. انا في الاكزامبل ده احنا عايزين year month، وبعدين يعني لو الير مانس هم نسورت باستخدام التمبريتشر، سواء ascending ان احنا نرجع ascending او descending مثلا minus 1. حلو. طيب لو انا عايز اعمل عكس، انا عايز اجيب بالدي وصورت مثلا بالتمبريتشر، او اصورت باي حاجه تانية. عندي مثال مثلا نيم وايج، مثلا عايز اصورت كل اسمهم محمد مثلا والايج بتاعهم، فيبقى نفس الكلام. عندي نيم هنا وعندي ايج وصورت بنفس الكلام ده. فانا تشيك الاول الكي بتاعي، لو هما الير مان زي بعض هصورت بالتمبريتشر. ascending هرجع طول direct value، لو لا هقول minus 1 عشان ارجع ال descending value. طيب ده كده ال custom partitioner سهلة. اعتقد احنا شرحنا قبل، انا باجي بسرعة في الحتة دي، احنا already الاجزاء دي شرحناها قبل كده. الجزء الجديد اللي هنشرحه هو اللي هقف عنده يعني، فاحنا شرحنا الجزء ده قبل كده. طيب في جزء تاني ال partitioner، احنا هنا عملنا custom writable سميناه date temperature pair، وهو بي اكستند الرايتابل ورايتابل كومبارابل. طيب في البارتيشنر احنا لو فاكرين المره اللي فاتت احنا عملنا كاستم بارتيشنر. كاستم بارتيشنر كان ليه لوجيك على الديت. حلو. طيب او المانث سوري. انا النهارده عايز اعمل كاستم بارتيشنر بس على بارت من الكي، وانا هستخدم الديفولت، بس انا عايز الديفولت يبقى على الير مانث بس. فانا لما هعمل هامبلمنت هعمل ايه؟ هيكسند بارتيشنر عادي، وفي الفانكشن بتاع جيت بارتيشنر انا هقول له بير اللي هو الداخلي اللي هو الديت ده دوت جيت مانس. انا في فانكشن اسمها جيت يير مانس، واقول له الهاش كود بتاعها، وهملت همود على النمبر اوف بارتيشنر. هو تفتكروا في اول اكزامبل عملناه على الانترودكشن للديستريبيوتد سيستمز، وشرحنا ان ازاي ممكن نعمل بارتيشنر، قلنا ان احنا ممكن نهاش اي كي ونعمل مود على نمبر اوف وركرز. هي دي نفس الفكره، احنا بنعمل مود على نمبر اوف بارتيشنرز اللي هم يبقوا ريديوسر في الحته دي. طيب
فا اتأكد بس نأكد عليه ان احنا عندنا 3 بارتس في البير ده، عندنا ال year months وعندنا ال day وعندنا temperature. احنا عايزين بس نبارتيشن بدول بس، اوكي؟ لان الاوتبوت بتاعي لو تفتكروا هنا لما طلعنا فوق خالص 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 قلنا ان الاوتبوت اللي عايزينه هو year months و ال temperature order، مش عايزين ال day اصلا، اوكي؟ طيب نرجع تاني نكمل شويه، ماشي بسرعه، فدي هتشتتكوا يا هنا اهو. طيب فاحنا خلصنا البارتيشن. طيب نيجي بقى للنقطه الجديده عندنا اللي هو حاجه اسمها الجروبينج كومباريتور. الجروبينج كومباريتور ده حاجه ما شرحناهاش قبل كده، ده اول مره نشرحه. طيب ايه هو الجروبينج كومباريتور؟ تعال نرجع الرسمه تاني، ده الكومباريتور الجديد في الرسم. ايه هو الجروبينج كومباريتور؟ تخيل انك انت داخل للريديوسر الكيز، مثلا انا كل الديتس بتاعت شهر يناير رايحه للريديوسر نمبر 1، سوري سنه مثلا 2012 شهر يناير الهاش كود بتاعها وده هنا. المشكله اللي هيحصل ايه؟ انك انت لو دخلت الداتا دي للريديوسر من غير جروبينج كومباريتور، اللي هو لسه هنقول هو بيعمل ايه، هيطلع اللي هيحصل ايه، ان هو هيبعت للريديوسر الكي والفاليو، مش شرط كلهم يروحوا مره واحده، يروحوا في سنجل ران للانستنس. لو تفتكر ريديوسر فانكشن بتتكون من ايه، تعال نرجع ريديوسر فانكشن عشان اوريكم بس اكزامبل. فين الريديوسر؟ احنا ده في الريديوسر، عندنا ريديوسر كلاس وعندنا الريديوس فانكشن. انا عايز الريديوس فانكشن دي يخش لها كل الفاليوز دايركت مره واحده لنفس الكيز دي، تمام؟ فعشان ده يحصل بنعمل حاجه اسمها اللي هو الجروبينج كومباريتور. طيب انا تخيل دلوقتي انك انت في دماغك السؤال، ايه اللي هيحصل لو شلنا؟ يعني انا عايز افهم الافكت بتاع الجروبينج كومباريتور. وبصراحه انا بلاقي خلطه كتير، في ناس كتير جدا بتبقى يعني المفروض فاهمه الجزء ما بيجوز كويس، بس عندهم خلطه مش عارفين الجروبينج كومباريتور بيعمل ايه. فعشان كده النهارده هرن الاكزامبل نفس الكود مره بالجروبينج كومباريتور ومره من غير، عشان اوريكم الفرق عشان تفهموه اكتر. لو رجعنا تاني للاكزامبل هنا، الجروبينج كومباريتور بيكمبير الديتس عشان يدخل كل الداتا سورتد ل one single run of call of reduce method. يعني حتى مكتوب هنا these comparator control which keys are grouped together into a single call of the reduce method. ف ده كده جزء هيوفر على الريديوسر ان هو داخل له one call ل one single reducer. طب one single call للميثود. طب ايه اللي هيحصل لو احنا رنينا الداتا من غير الكلام ده؟ هنشرح دي قدام، بس افتكروا الحته دي اللي هي one single call for reduce function، اوكي؟ طب المابر سيمبل جدا، احنا عندنا الديت داخلنا بالشكل ده، فاحنا اخدنا الير والمانث حطناهم مع بعض، الير والمانث اللي هو عملنا سبليت على الكوما، اللي هو داخل لي الداتا كده اهوت، فعملنا سبليت على الكوما، بقى عندي الير وعندي المانث، بقوم ده كده مع بعض، الدي هو نمبر 2، التمبريتشر نمبر 3، فبالتالي حطيناهم في ريديوس كي، وحطينا ريديوس كي بقى هو الريديوسر، حلو؟ والتمبريتشر از ا فاليو. حد يسالني السؤال ده متوقع، يقول لي انا ليه حاطط التمبريتشر از ا كي از بارت اوف الكي؟ وده احنا شرحناه فوق، بس خلينا نعيد تاني عشان دي حته جديده. في البارتيشنر هنا لما جينا شرحنا البارتيشنر هنا، احنا عايزين واحنا بنصورت في البارتيشنر نصورت الاول باستخدام الير مانث، وبعد كده نصورت باستخدام التمبريتشر، عشان ده يدخل الكيز اوريدي سورتد از اسندنج او ديسندنج. فاحنا عايزين الكي لو عايزين التمبريتشر تكون بارت من الكي عشان كده. طيب ايه الريديوسر؟ احنا كل اللي هنعمله هنا ان احنا هنجروب بس الـ يعني الفاليوز اللي داخله هنلوب عليهم ونحط كوما بينهم، ده الوضع. طب الدرايفر زي ما اللي فاتت المابر الريديوسر البارتيشنر، الجديد هو السيت كومباريتور. طيب السؤال بقى دلوقتي اللي ناس كتير بتفكر فيه، ايه وظيفه الكومباريتور؟ طيب تعالى نرن بالكومباريتور من غير الكومباريتور. احنا عندنا الداتا زي ما هي اهو، ده البير نفس الكود شرحناه قبل كده زي ما هو، في تلاقي شويه فانكشن بس زياده زي اللي هو التو سترينج والحاجات دي، دي فانسي فانكشن مش مهم قوي. البارتيشنر هو السيمبل زي ما شرحناه، الدرايفر هو ده اللي هنلعب فيه دلوقتي. طيب الدرايفر دلوقتي احنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا المابر، عندنا الريديوسر، عندنا البارتيشنر، وعندنا الجروبينج الجروبينج كومباريتور. انا اول حاجه هعمل كده كومنت لللاين ده واريكوا الانبوت شكله عامل ازاي. الانبوت دلوقتي اهو year
عندي years اهي، وعندي months، وعندي درجات الحرارة اهي. ماشي، نفس الكلام نفس الكلام. طيب تعالوا نرن الكود بالوضع ده، واحنا عاملين كومنت لده. فالظن الاساسي لو حد مش عارف ده هيقول لك المفروض ان هي نفس الريزلت، لان احنا عاملين بارتيشنر، ومفروض ان الداتا كلها هتروح للبارتيشنر، فكده الداتا تطلع sorted. كلام شبه صح بس مش دقيق. تعال نشوف ليه بقى. ليه؟ لانك انت كده هتطلع الداتا بارتيشن، الداتا تطلع sorted، بس sorted with respect يعني as a separate keys. هي مش داخله له as a one key، لان هي دخلتش as a one call. فلو جينا شفنا هنا هتلاقي احنا عشان عاملين descending، فهتلاقي 2013 مثلا 90 80 70 minus 10 هي مظبوطة، بس لا انا عايزها كلها as one record. هنا بقى الكومباريتور. الكومباريتور وظيفته ايه؟ ان هو يجروب لي الجروبين كومباريتور، يجروب لي الكلام ده بير كي. فلا اتاكد ان الريديوسر وهو داخل له الداتا الريديوسر داخل له الكي، داخل له الكي كله in one single call في الريديوس ميثود called one time. طيب لو جينا مسكنا هنا درايفر تاني وعملنا unhash لللاين ده ورنينا الكود تاني، ال expected ايه؟ ال expected يطلع لي one، يعني كل كي يونيك والفاليوز طالعة as a one line comma separated. بالظبط ده الكي ودي الفاليوز comma separated. طيب في سؤال هنا بيطرح للناس، امتى استخدم ده؟ هو خلينا نقول ان احنا وظيفتنا ان احنا نشرح الادوات بشكل عام، يعني نقول ايه كل كومبوننت بيعمل ايه، ومش كل الكيسز. يعني انا دلوقتي لو بشرح اي كيس وضفت فيها الجروب كومبات هو مش محتاجينه هيضيع الدنيا. يعني افرض انا عايز اطلع الداتا سورتد بالشكل زي اللي فات ده، انا مش عايز يبقى الداتا كلها في one line، انا عايز اصلحها as a separate lines، فدي مش اليوز كيس بتاعتي، فمش محتاج جروبين كومباريتور. فعلى حسب اليوز كيس. خلينا نتخيل برضو ان الجروبين كومباريتور في كومباريتور اسمه sort comparator، ممكن تقرا عنه، ممكن نعمل عليه بعدين. هو بيعمل حاجه زي كده بس بيسورت بقى. فاحنا كل حاجه ممكن خلينا نقول كل حاجه ممكن بنخش او بنشرح فيها هي جزء اكتر عشان فهمنا التفاصيل اللي بتحصل ما بروديوس، وستيل هيبقى في تفاصيل ممكن ما نذكرهاش، مش مهمه بس عشان يعني تفاصيل زي عن اللزوم. وبرضه وقت الكورس محدد هنحاول نقول الحاجات اللي فعلا يعني احنا وجهه نظرنا هي مينيمم فاش الف الكورس ده. طيب تاني عشان الامانه العلميه، يعني برضه هو زي ما قلت ان الرسمه دي بتاعتي عادي، الكود والتكست ده انا عايزكم تقروه، موجود من اللينك ده، ممكن تفتحوا اللينك ده، اللينك ده على طول، هو ده اللينك اهو. في كل الشرح بتاع الكلام ده اقروه برضه. هو مفيد جدا، وانا لقيت ان هو الاكزامبل مكتوب بشكل واضح جدا، بس زودت عليه كام حاجه وحطيته. الكود واضح جدا. لو في حد عنده سؤال يكتب لها في الكومنتات على الفيديو. برضه لو في حد عنده اي سؤال، اي حاجه في الكود عايز يزودها او في فكره، انا شايف ممكن يفتح ايشو على الريبو ده اللي هو بتاع هدوما بيديوس، ويخلونا ندسكس سوا. انا بحاول امنتين الكومنتس موجودة على اليوتيوب والكومنتس موجودة هنا على جيت هاب. دي نهاية الجزء ده في الحلقة في اللاب. اشوفكم ان شاء الله بخير اللاب الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.